وسهلا بطلاب الصف الثامن. الان يا ثامن ان شاء الله راح نبدا بدرس جديد، ولكن قبل ان نبدا بالدرس الجديد يجب ان نتعرف الى اننا اخذنا الجمله الاسميه والجمله الفعليه واركان الجمله الاسميه والجمله الفعليه، وقمنا بتقسيم الجمله الفعليه الى افعال من حيث الزمن ماض ومضارع وأمر. واليوم سنتحدث إن شاء الله عن الفعل الماضي حالاته وإعرابه. دعونا الآن نكتب هذه الأمثلة على اللوح. الآن يا ثامن ننظر إلى الأفعال الموجودة على اللوح: ذهب، درست، لعبنا، ودرسوا، ونجحت، ودرست. الآن يا ثامن الفعل ذهب في المثال الأول، هل اتصل بالفعل الماضي شيء؟ أحسن، لم يتصل به شيء. إذن أول قاعدة بدك تفهمها وتستنتج منها قبل ما نستنتج القاعدة، ما حركة الفعل الماضي؟ أحسنتم، الفتح. إذا أصل الفعل الماضي بدك تعرف أن أصل الفعل الماضي هو الفتح، أي بناؤه على الفتح. ولعبنا ودرسوا ونجحت ودرست. الآن انظر إلى هذه الضمائر، ماذا أسميها؟ أحسنتم، ضمائر متصلة من اسمها اتصلت بالفعل. رابع، الآن التاء الأولى درست، هذه تاء ماذا؟ تاء المتكلم. إذا وأيضا بالمثال الثالث الناء هي ناء الفاعل للجماعة المتكلم وهنا للمتكلم، وهنا واو بالمثال الرابع درسوا لعبوا أكلوا أحسنتم، واو الجماعة. الفعل نجحت، الآن هذه تاء المخاطب وهي ضمائر متصلة، وأيضا الفعل درسنا هنا نون النسوة. الآن التاء المتكلم والمخاطب وواو ناء الفاعل إذا اتصلت بالفعل الماضي انظر إلى حركة الحرف الذي قبلها. أحسنتم، السكون. الفعل درسنا ولعبنا ونجحت. الآن القاعدة كالتالي: إذا اتصل الفعل الماضي بالضمائر المتحركة يبنى على ماذا؟ أحسنتم، على السكون. واضح؟ من الأمثلة الموجودة عندنا. الآن لو اطلعوا على الفعل درسوا، من يعرف بالفعل درسوا؟ درسوا فعل ماضي مبني على الضم، الفعل الماضي متى يبنى على الضم الفعل الماضي؟ أحسنتم، إذا اتصلت به واو. القاعدة الثالثة أن الفعل الماضي يبنى على الضم متى؟ إذا اتصلت به واو الجماعة فقط، يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. واضح؟ هذه قاعدة الفعل الماضي بسيطة وسهلة. الآن يا ثامن راح أعرف لك فعل اتصلت به نون النسوة وفعل اتصلت به واو الجماعة إن شاء الله. الفعل دار سو، دار فعل
ماض مبني على الضم، لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هاي الحالة الأولى اللي هي البناء على الضم، ونأخذ الفعل درسنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بماذا؟ بنون النسوة. وما إعراب نون النسوة؟ نون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. واضح؟ الآن الفعل الماضي هكذا يكون جاهز. الآن يا ثامن يوجد واجب صفحة 12 وصفحة 13، حلوا على الدفتر وإرسال الواجب يتم تصحيحه إن شاء الله. ثامن، هاي أهم استنتاجات الفعل الماضي، وهي أنه يبنى على الفتح إذا لم تتصل به شيء، وعلى السكون إذا اتصلت به الضمائر المتحركة، وعلى الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. وأعطينا مثالين لإعراب الفعل الماضي، وهنالك واجب صفحة 12 وصفحة 13، يجب كتابة السؤال مع الإجابة على الدفتر وإرسال الواجب ليتم تصحيحه إن شاء الله. أسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا وعنكم هذا الوباء والبلاء، وأراكم على خير أحبة الطلبة. دمتم بخير أنتم والأهالي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.